السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم ورسم ونقوش مع كريمة بقوش. سبب ان انا هعمل الفيديو ده بصراحة موقف حصل لي انا، فمش عايزاه يحصل مع حد فيكم. انا هقول لكم على الموقف اللي حصل، واللي عايز يدخل على طول على الفيديو فجري بس الفيديو شوية. كنت هعمل هجدد دهانات شقة عند ماما يعني وكده، فهتشوفوه في الفيديو ده. فكنت عايزه اعمل فيه لون الكشمير، ورحت اشتري الالوان الملونات يعني اللي انا هخلطها عشان اعمل لون الكشمير ده. فصاحب المحل بيقول لي شوفي اللون اللي انت عايزاه ايه وانا هطلعه لك، فبيديني الشيت بتاع الالوان عشان اختار منه. فقلت له انت عندك مكنه خلط؟ قال لي لا ما عنديش، بس انت اختاري اللون اللي انت عايزاه. فقلت خليني معاه لغايه الباب، وبالفعل يعني طلعت لون الكشمير وقلت له انا عايزه الدرجه دي. فقال لي طيب بسيطة خالص، انت هتاخدي اللون البني وهتاخدي اللون الاحمر. قلت له على فكرة الكشمير مش باللون البني والاحمر، الكشمير باللون البنفسجي واللون الاحمر. قال لي طيب خلاص بقى انت عارفة، فاخدت الالوان اللي انا عايزاها. فعايزة اقول لكم بس عشان انتوا ما تقعوش في الموضوع ده، كتير مننا بيجي مثلا يختار الوان الشقة او يقول للصنايعي انا عايز اللون الفلاني، فتلاقي الصنايعي عمل له لون تاني خالص. فلازم تكونوا عارفين تركيبات الالوان عشان خاطر ما تقعوش في النقطة دي. خليكم معانا يلا نشوف هنعمله ازاي. معانا هنا اول حاجة اللي هو الاساس بتاعنا، اللي هو الابيض النصف لمعة، الابيض ايه النصف لمعة اهو، هاخد منه شوية. الكلام ده طبعا بعمله في اي تكوين لوني عايزة الونه، هحط كمية من اللون على قد اللي انا عايزة اعمله. هزود شوية مية، وابدأ اخلط اللون كويس يعني عشان خاطر ما يبقاش فيه تكتل كده، حتة خفيفة وحتة تقيلة. طيب الالوان اللي احنا محتاجينها زي ما قلنا اللون الاحمر واللون البنفسجي، هحط تقريبا نسب متساوية من اللونين. طبعا اي لون بيكون من درجات، احنا بنوصل للدرجة اللي احنا عايزينها عن طريق بقى ان احنا نتقل لون، نخفف لون بالدرجة اللي احنا عايزينها. ده الكشمير اهو، يا رب الاضاءة تكون مبينها. بس هزود له يعني لو انتوا عايزين، احنا حصلنا عليها خلاص الدرجة اهي، بس انا ساعات بحط له نقطتين بس او نقطة من اللون اللي هو الاكسيد ده، بيدي له شوية ايه زهاوة يعني، بيبقى زاهي شوية. طبعا نتأكد ان الحواف دي نزلنا كل اللون الابيض اللي فيها عشان ما نجيش نلون نلاقي اختلاف في الدرجات اللونية. خلاص اللون بتاعنا خلص. لو هعمل اللون في علبة زي دي لازم قبل ما احط الغطاء عليها احط بلاستيك، احط اي كيس بلاستيك اقطعه كده مربعات واغطي بيه الاول، وبعدين احط الغطاء عشان اللون بتاعي ما ينشفش. نشوف الدرجة بتاعتنا. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى يا رب أكون أفدتكم، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني. مع السلامة.